نحكي عن آخر موضوع بالشابتر 11 اللي هو Properties of Liquids. رح نحكي عن شوية خصائص للسوائل. رح نحكي إحنا عن 7 خصائص لازم تكون يعني فاهم شو بصير، يعني هي أغلبها حكي صراحة، فأنت لازم تكون حافظ الحكي عشان ممكن يجيبوا لك أسئلة حكي على هذا الموضوع كتير. نبلش بأول خاصية اللي هي الفيسكوسيتي أو اللزوجة. اللزوجة بتذكرنا بالزيت، الزيت لزج، كل ما زدنا درجة الحرارة بتقل لزوجته، يعني بصير سائل أكتر. يعني لما سخن زيت كتير بصير كأنه تقريبا ماي، صح؟ فأول شيء لازم نعرفه إنها decreasing with increasing temperature، بتقل اللزوجة مع زيادة درجة الحرارة. ثاني شيء depend on the attractive forces، بتتأثر بالروابط اللي حكينا عنهم بالفيديو اللي قبل. كل ما كانت الروابط أقوى بين الموليكيولز كل ما كانت الفيسكوسيتي أعلى. هاد كل شيء عن اللزوج لازم تكون عارفه. نيجي على السيرفيس تنشن أو التوتر السطحي. شو يعني؟ بدنا نحفظ تعريفه. Properties that measure the energy we need to expand the surface area of liquid، هي الطاقة اللي بنحتاجها لحتى نوسع سطح السائل. كيف يعني؟ هلا لما يكون عندي بدنا يعني نحط مثالين نفرق بينهم، المي والزئبق، المي H2O والزئبق HG. هلا المي لما يكون عندي انية مي وانية زئبق، لما ادير المي على الارض يعني بس تنزل بيكون مساحة سطحها واسعة، يعني مفروض نقول تمام. اما الزئبق لا، بس اديره بينزل على شكل كرات. ليه؟ لانه السيرفس تنشن له عالي، التوتر السطحي له عالي، فلحتى اخلي سطح الزئبق اكبر اوسع يعني زي سطح المي بحتاج طاقه اكبر من لما بدي اخلي المي سطحه اوسع، لانه اساسا المي السيرفس تنشن لها اقل، التوتر السطحي لها اقل. نشوف شكلهم. المي شكل المركب بيكون هيك بالضبط مفروض بالطول جاي. اما الزئبق بيكون لا، على شكل كرة، بيكونوا متجمعين مثلا كم وحدة بالوسط، كم ذرة، وبعدين باقي الاتومز بتصير حواليها هيك تعمل على شكل كرة. فالزئبق بينزل على شكل كرات، اما المي تنزل يعني بالطول مفروضة. السيرفس تنشن للمي أقل والسيرفس تنشن للزئبق أعلى، لأنه أنا بدي أعطيه طاقة حرارية أعلى لحتى أوسع سطحه. تمام؟ هاي خلصنا أول خاصيتين. نيجي على خاصيتين كتير متشابهات اللي هم الكوهيسيف فورسز والأدهيسيف فورسز، قوى التلاصق وقوى التماسك. حكينا عنهم قبل، يعني أخذنا عنهم يعني وإحنا بالمدرسة. نبلش بالcohesive forces. Bend molecule of the same type together، يعني تربط المولكيولز، يعني الcohesive forces قوى التماسك، المولكيولز يلي بيشبهوا بعض بتخليهم يقربوا بعض يلزقوا بعض، تكون القوى بينهم أكبر. أما الadhesive forces bend substance to surface، يعني تربط السائل الموجود بالوعاء اللي محطوط فيه، بسطح الوعاء. نيجي عشان بس توضح الفكرة، عندي مثالين الHG والH2O، لما أحطهم بهدول الأنابيب اللي بيكونوا بمختبرات الكيمياء شكل الH2O بيكون هيك مقعر للأسفل. ليش؟ لأنه الadhesive forces إله أعلى. الadhesive forces بتخلي جزيئات المي ترتبط او تلزق بالوعاء اللي هي محطوطة فيه. اما الHG الزئبق الكوهيسيف فورسز له اعلى، قوة التماسك له اعلى، فهو جزيئاته بترتبط ببعض بتلزق على بعض وبتبعد عن الوعاء اللي هي فيه عشان الكوهيسيف فورسز له اعلى حكينا، فبتصير شكلها هيك محدبة. اذا لو جاب لك سؤال حكالك ليش الHG بيكون هيك شكله و او الزئبق بيكون هيك شكله والH2O المي بتكون هيك شكلها لما احطها بالاوعية الشعرية، بتحكي لانه للH2O الadhesive forces اللي هي قوة التلاصق اكبر
من الكوهيسيف فورسز للمي، فهي بتلزق بالوعاء اللي هي محطوطة فيه، يعني ما في قوة بين جزيئاتها تربطها زي الزئبق. أما الزئبق الكوهيسيف فورسز قوة التماسك اللي بتربط أو بتخلي جزيئات الزئبق مربوطة ببعضها أو قريبة على بعضها متماسكة، أكبر من الأدهيسيف فورسز اللي بتخلي الليكويد شو ما كان متلاصق مع الوعاء اللي هو محطوط فيه. خلصنا الكوهيسيف فورسز وخلصنا الأدهيسيف فورسز وعرفنا هذا كيف بيكون شكله وهذا كيف بيكون شكله. الأدهيسيف فورسز بين الجزيئات والوعاء المحطوطة فيه، أما الكوهيسيف فورسز بين الجزيئات الليكويد نفسهم. نيجي على الكابيلاري أكشن. الكابيلاري أكشن هي الخاصية الشعرية. الخاصية الشعرية شو شغلتها؟ إنه تخلي الليكويد يطلع، يعني أكون أنا أحطه تحت وهو يطلع لحاله لفوق لما أحطه بأوعية دقيقة جدا أو يعني صغير كتير. مثال على ذلك شو؟ الشجر. أنا بس الشجرة من تحت صح؟ بالجذور يعني. كيف توصل المي للأوراق؟ عن طريق الخاصية الشعرية. بتكون المي بالجذور، الجذور كتير أوعية كتير صغيرة. فالأدهيسيف فورسز قوة التلاصق بين جزيئات المي والجذور بتخلي المي تطلع لفوق للأشجار. إذا بدنا نحفظ تعريفها وبدنا نحفظ إنه أو بدنا نعرف إنه هي اللي بيسبب الكابيلاري أكشن خاصية الشعرية هي الأدهيسيف فورسز قوة التلاصق. خلينا نحكي عن الخاصية السادسة اللي هي قبل الأخيرة، الفيز تشينج. الفيز تشينج رح نحكي عن الترانسفورميشن فروم سوليد وليكويد وغاز، رح نحكي عن تحولات المادة بين الصلب والسائل والغاز. أول شيء بدنا نحكي عن مفهومين، الهيت اوف فيوجن والهيت اوف ايفابوريشن. الهيت اوف فيوجن هي كمية الحرارة اللي بيحتاجها واحد مول من المادة ليتحول من صلب لسائل، ودلتا اتش لفيوجن للمي 6.1% كيلو جول لكل مول، يعني كل واحد مول من المي بيحتاج 6.1% كيلو جول لحتى يتحول من صلب لسائل. والهيت اوف ايفابوريشن هي كمية الحرارة اللي بيحتاجها واحد مول من المادة ليتحول من سائل لغاز. دلتا اتش الايفابوريشن للمي هي 40.76% كيلو جول لكل مول، يعني كل واحد مول من المي او كل 18 جرام من المي لحتى احولها من سائل لغاز لازم اعطيها 40.67% كيلو جول. تمام. هلا عندي هذه الرسمه لازم تكون فاهمها كلها وحافظ كل شيء فيها. ممكن تجيب عليها كثير اسئله. هلا خلال الشرح بنحكي. اول شيء عندي ثلاث حالات للماده، غاز وليكويد وسوليد، غاز وسائل وصلب. رح نبلش بهذا الجزء اللي هون. رح نحكي اول شيء لما بدي احول من صلب لسائل العمليه شو بنسميها؟ انصهار. بالانجليزي شو اسمها؟ فيوجن. لازم نحفظها. بدي احول من سوليد لليكويد العملية اسمها فيوجن، ودلتا اتش الاف تساوي 6.1% كيلو جول لكل مول. اذا بدي احول من ليكويد لغاز اسم العملية تبخر اللي هي ايفابوريشن. دلتا اتش الايفابوريشن 40.67% كيلو جول لكل مول. هاي خلصنا اول سنتين. خلينا نلاحظ شغلة، انه عشان احول من صلب لسائل بدي طاقة كتير اقل من لما احول من سائل لغاز. ليش؟ لانه لما بدي احول من صلب لسائل انا بس بدي ابعد الروابط، بدي اخلي في مسافة بينهم، بدي اخلي مسافة بين الجزيئات. اما لما بدي احول من سائل لغاز انا بدي افكك الروابط كليا، يعني بدي بطل عندي روابط، لهيك بحتاج طاقة حرارية اعلى. لما بدي احول، نعيد مرة اخيرة، لما بدي احول من سوليد لليكويد
العملية اسمها fusion. لما بدي أحول من liquid لغاز العملية اسمها evaporation. إذا بدي أحول من solid لغاز من solid لغاز مباشرة بدون ما أمر بمرحلة liquid بدون ما أمر بالسائل اسم العملية تسامي أو sublimation. هلا دلتا اتش السبليميشن دائما دائما تساوي دلتا اتش الفيوجن ودلتا اتش الايفابوريشن. يعني لو اعطاك مثلا دلتا اتش الايفابوريشن واعطاك دلتا اتش سبليميشن وطلب منك دلتا اتش فيوجن، تستخدم هذه المعادله انه دلتا اتش سبليميشن تساوي دلتا اتش ايفابوريشن زائد دلتا اتش فيوجن. او ممكن مثلا يعطيك ال الفيوجن والسبليميشن يطلب الايفابوريشن او تمام تمام. هلا لما يكون انا عندي صلب ثلج مثلا بدي احوله لغاز، انا راح اعطيه طاقه. يعني لما يكون عندي ثلج على الارض نزل ثلج عشان يتحول لغاز بتحس انه الجو برد. ليه؟ لانه هو الثلج بياخذ الحراره من الاجسام اللي حواليه، من الارض، من الاشخاص اللي بيمشوا عليه مثلا، من البيبان، من البواب. سوري. اذا لما بدي احول من صلب لغاز، من ثلج لغاز، انا راح اعطيها حراره، فراح تكون دلتا اتش سبليميشن موجبه. اما العكس لما بدي احول من غاز لصلب مباشره اسم العمليه ترسب اللي هي deposition. دلتا اتش إلها بتكون تساوي دلتا اتش تساوي سالب دلتا اتش السبليميشن. يعني هون دلتا اتش السبليميشن راح تكون 46.68 كيلو لكل مول. هذه راح تكون سالب 46.68% سالبة، لأنه هي رح تأخذ الحرارة، هي سوري رح تعطينا الحرارة. لما أحول من غاز لصلب هي اللي رح تعطي الحرارة، فبتكون دلتا اتش سالبة. لما بدي أحول من غاز لليكويد تكاثف كوندنسيشن، لما بدي أحول من ليكويد لسوليد اسم العملية تجمد فريزينج. بس هاد كل شيء عن الفيز تشينج. لازم تكون حافظ كل شيء حكيناه، متى بتكون سالبه، متى بتكون موجبه، انه دلتا اتش سبليميشن تساوي دلتا اتش ايفابوريشن زائد دلتا اتش فيوجن. ليش دلتا اتش فيوجن اقل من دلتا اتش ايفابوريشن؟ حكينا لانه هناك بس بدي ابعد الجزيئات، اما في التبخر بدي الغي الروابط. وهيك خلصنا الخاصيه السادسه. نيجي لاخر خاصيه كثير سهلة اللي هي الفيبر بريشر، الضغط البخاري. عشان نفهم شو يعني ضغط بخاري خلينا نتذكر الأسيتون. الأسيتون لما أحط علبة أسيتون بيطلع، صح، بيطلع بخار. أنت بتشم ريحة الأسيتون، حتى ممكن يخلص إذا خليته مفتوح، صح؟ فهيك بنحكي إن الضغط البخاري للأسيتون كثير عالي. لما أزيد درجة حرارة الأسيتون، أو لما مثلا أكون فاتحة الأسيتون جنب الصوبة، بتحس انه الاسيتون عم بيطير اسرع وريحه عم تطلع اكثر. يعني ال vapor pressure increase with increase temperature. لما ازيد درجه الحراره بتزيد ال vapor pressure، ولما اقلل درجه الحراره بتقل ال vapor pressure. ثاني شيء بدنا نعرفه انه كل ما كانت القوى بين الجزيئات اكبر بتكون الفيبر بريشر اقل. الاسيتون القوة بين جزيئاته قليلة، لهيك الفيبر بريشر له اعلى. المي مثلا ما بتشوف مي بتطير هيك بدون ما ارفع درجة حرارتها، صح؟ ليه؟ لانه الروابط بين جزيئاتها اقوى من الروابط بين جزيئات الاسيتون، صح؟ اجوا العلماء درسوا هذا الموضوع وحطوا لنا هذا القانون كتير سهل، انه لين البريشر الاول على البريشر الثاني تساوي دلتا اتش ايفابوريشن على ار. الدلتا اتش ثابتة والار ثابت، في واحد على التمبريتشر الثانية ناقص واحد على التمبريتشر الاولى. خلينا نحل سؤال. بيحكي لك هذا السؤال اعطاك تي 1 بالسيليسيوس، طبعا هذه لازم تكون بالكلفن، واعطاك البريشر الاول بالمليمتر زئبق،
وأعطاك دلتا اتش ايفابوريشن 43.9 كيلو جول، لازم نحولها لجول. كالكوليت ذا فيبري بريشر اوف ووتر ات 50 درجة سيليسيوس، وأعطاك ار. بس بتحط القانون وما ما ننسى التحويلات. هلا لين شوفوا، اذا ار اعطاك اياها 8.314 بالالف، لازم تحول هذه ما تكون مليمتر زئبق، لازم تكون بالاتموسفير. بس بما انه اعطاك اياها 62.4 فهو حولها، يعني بنخليها نفس ما هي. إيه هذه أعطاني إياها، بس طبعا لازم نحول في 10³ على R في 1 على T2 اللي هي 50 زائد 200 ناقص 1 على 25 زائد، ترفع التنتين لقوة E بالآخر بتطلع معك B2 تساوي 93.7 ملي متر زئبق. الحل بس انه بترفع التنتين لقوة E، وبعدين بتضل عندك هذه بتعمل ضرب تبادل وبخلص. بس انا عشان يعني نختصر الوقت، هلا اخر شيء لما يكون بالسؤال معطيك انه دلتا اتش، او ذاكر بالسؤال دلتا اتش ايفابوريشن مش ضروري يعطيك درجة الحرارة، ولا ضروري يعطيك البريشر، ولا ضروري يعطيك دلتا اتش ايفابوريشن. ليه؟ لانه انت لازم تكون حافظهم. التمبريتشر بتكون 100 درجة سيليسيوس يعني عند الغليان، والبريشر بتكون 1 اتموسفير، ودلتا اتش تساوي 43.9 كيلو جول لكل مول. هلا دلتا اتش مش ضروري تساوي 43 بالضبط، ممكن قريبة منها. اذا هو اعطاك اياها بالسؤال خلص بتعوض اللي بالسؤال عندك، اذا ما اعطاك اياها بتعوض 43.9 كيلو جول لكل مول. نيجي نشوف هذا السؤال. اعطاك دلتا اتش، طبعا ننتبه انها كيلو لازم نحولها. What is the vapor pressure at 73 سيليسيوس؟ نحكي لن P1 واحد على B2 أنا بدي إياه تساوي الدلتا اتش 40.7 في 10³ على ال R، المفروض هو يعطيك إياها 8.314 في 1 على T2 اللي هي 73 زائد 273 ناقص 1 على T1 اللي هي 100 في صرف زائد بدي احولها لكلفن انا، تطلع B2 تساوي 35% اتموسفير. نلاحظ انه لما قلت درجة الحرارة كانت 100 درجة سيليسيوس وصارت 73 درجة، قل الفيبر بريشر كان 1 اتموسفير صار 35% اتموسفير. وهيك بنكون خلصنا تشابتر 11. حكيت لكم التشابتر كتير سهل وكتير بسيط، كمية الحفظ فيه اكبر، وصراحة حفظه كتير سهل يعني ما بياخذ منك وقت كتير. الله يوفقكم بامتحانكم، وزي ما بحكي دائما حلوا سنوات، لازم تضلوا تحلوا سنوات ان شاء الله، يعني تضل بس فيديو نحل فيه اسئله سنوات مع بعض، وغير هيك انت كمان حل سنوات لحالك، وركزوا بالامتحان والله يوفقكم جميعا.